المسرح هو فلسفة الفن، والمسرح هو مصنع الفنون. ورأيي ان اللي ما كتبش مسرح ما ينفعش مؤلف، اللي ما مثلش مسرح ما ينفعش ممثل، اللي ما عداش على عنصر من عناصر الفن وعلم وصناعة المسرح ما دخلش المصنع الفن الحقيقي ومصنع الإبداع الحقيقي. فالمهرجان مهم جدا جدا، ولازم كل واحد مؤمن بالفن وبالثقافة يدعم هذا المهرجان. تاني حاجة بقى، سميحة يبدي أمي واشتغلت معايا مسلسل سلمى سلامة، آخر مسلسل من إنتاجها، وأنا دخلت بيتها وكلت من إيدها، وست عظيمة وكريمة، ويعني في بينا عشرة. فأنا كنت حريص أن أنا أحضر تكريمها. طبعا منير صحته كويسة، لأنه كانت في إشاعة يعني سخيفة جدا، أنا كنت عنده زي الفل وبيمشي، لكن هو ألغى مهرجان حفلة اسكندرية عشان الدكتور بتاعه قال له يروح له بدري فرنسا يعمل تشيك اب. إنما منير كويس وهيرجع أحسن وأقوى من الأول. منير كويس جدا، وقعدنا وأكلنا وشربنا ومشينا، وبيتحرك حلو أوي زينا وزي الفل، مفيش أي إشاعات من اللي انتشرت على السوشيال ميديا.